لحظات لا تنسى، لحظات بقى توديع الأهالي طبعا لأفرادهم المسافرين للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج. أعزائي الكرام، بنتابع معاكم احنا النهاردة، وبنتابع معاكم طبعا دخول الحجاج للباصات اللي متجهة. تعالوا لنا الحج علي منين؟ تعالوا لنا منين؟ يلا. وسط لحظات طبعا الفرح والسعادة اللي بتعم مع الناس، ربنا يا رب يرزقنا جميعا ونكون السنة الجاية ان شاء الله على جبل عرفات في مثل هذه الايام يا رب العالمين، ونكون طبعا ندعي بكل الدعوات، اي دعوات يا رب يا رب تكون متقبلة مننا. بنتابع معاكم النهاردة طبعا دخول الحجاج. زي ما احنا شايفين طبعا بدء توافد الناس. يلا يا احمد يا احمد وسام نزار. يلا يا احمد يلا يا حي. تعال احمد يا احمد، رقمنا 42 لعبة. شايفين شايفين لحظات الوداع طبعا. لا يا حسام لا احمد كل عام وانتم بخير، كل عام واحنا وسط فرحه وسعاده زي الفرحه دي. الفرحه طبعا ربنا يا رب يوعدنا جميعا بلحظات الفرحه والسعاده، لحظات ان احنا نكون على جبل عرفات، ندعي الدعوات وان شاء الله ربنا يتقبل مننا. شايفين لحظات بقى الاهالي وهي بتودع اهاليها. سلام لا
بنشاهد ما زلنا مستمرين بنشاهد معاكم طبعا فرحة الأهالي. انت لما جاي جعلان عليك يعني كنت جبت امك على الشغل صلى على النبي. خلاص انت ما شفتش امك بره جاي تشوف عندك. خلاص حصل خير حصل خير. خلاص امال ايه طيب استنى يا عبد محمد والله بس عندك عافيه حصل خير بعد اذنك. ربنا يجيبكم بالسلامه ان شاء الله. حد مبرور الضم المحشور. تعال هو الشاي مخدرات.